يا جماعة إيش الأخبار؟ أنا عمري 12. معكم مرة أخرى طائر جوجو وترون في الخلفية تسريحة شعري الرائعة لعطلة الإجازة، لأننا بنيت فندق كاملا والآن أنا قمت بإنفاق بعض الأمور في هذه الجزيرة السياحية، ولكن الجزيرة لا تزال بحاجة للكثير من العمل. لقد جمعت بعض المال الآن، وعلشان كده هرجع دلوقتي إلى هناك. على أي حال، هذا هو تايكون، وهذا يعني أنني أبني هذه الجزيرة بالكامل لتحويلها إلى جنة سياحية كبيرة. الهدف هو أن أتمكن من الذهاب في إجازة في النهاية. كل ما كان عندي المزيد من المال يمكنني أن أسرع في شراء الأشياء، وهذا الشيء ممتع للغاية. لما تشوف هذا أول فندق وفي شيء في الخلف منطقة المسبح، لكن الجزيرة ضخمة للغاية وأنا متحمس لأرى ما يمكنني بناؤه هنا. فوت هنا صحراء كاملة، هيكون في شيء رائع بلا شك. أنا في طريقي الآن إلى المطار، لازم ضيوفنا يوصلوا المكان. إيناكي ماكني، أخذ المال اللي جمعته شنا و... لحظة، يجب أن أسحب المال من مكان آخر. ليس عندي هنا، لا، ها هي. كنت أعلم أن هناك جهاز صراف آلي هنا، ثم يجب علي تحميل كل شيء هنا وبعدها يمكنني شري كل شيء هنا. أولا يجب تجهيز المطار بالطبع، لأنه زي ما قلت الضيوف بحاجة إلى مكان للوصول. أنا راح أطبق هذا الآن. صحيح أنه أغلى شوي، بس راح يجيب فلوس أسرع. هنا تسلم جميع الحقائب وما إلى ذلك. لقد بنيت لوحة ترحيب مرحبا، هنا مكان استلام الأمتعة، ثم بعض المقاعد عشان يكون هناك زاوية مريحة للناس، وأهم شيء الإضاءة. هل تنقول أنه مظلم جدا هنا؟ ثم أخوك نعد الزينة، وهي في الحقيقة مواعيد رحلتها الرحلات. أين نحن الآن مع كل شيء؟ أسشيا، روبلوكسيا، فليبرتون، لا جاء متأخر، ميناء بولو، مدينة الأثرياء، فاندربيلت ودورستاون، إيسي هناك شيكة البروكهافن، هونا تشانشو، هذا يبدو مريحة. أعتقد أن هذا هيحصل على ختم جودة جوجو بود، ثم سأضع أساسا جديدا هنا واشتري بعض الجدران. من المهم دوما أن يكون هناك جدران، طبعا السقف معه مباشرة بعض الجدران، لكني بالتأكيد بحاجة للإضاءة هنا كي لا يكون المكان مظلما. ها قد انتهينا، الآن حان وقت التفتيش الأمني، لأنه ما تعلم تماما كالمطار يتم دائما التحقق من أنك لا تحمل أشياء خطيرة، لأن ذات يخل الأمور خطيرة حقا إذا كان لديك أي أشياء خطيرة، ولهذا السبب يتم تفتيشك مرة واحدة لضمان أن كل شيء على ما يرام، وهناك شخص يقوم بذلك أيضا. من المحتمل أنها تنتظر هنا لفيلبرتون. أسف على التأخير في الرحلة، هذا خارج عن إرادتي. لماذا لا تأخذ مشروبا أو شيئا ما؟ سأخذ بعض الأموال الجديدة أولا، لكن نعم لن أتوجه للأمن. من المهم طبعا أن تكون السلامة أولا، ولذلك من الجيد أن يتم التفتيش هنا دائما. أشتري بعض المقاعد، لست متأكدا مما اشتريته هنا أيضا. ما زال يجب إنهاء بعض الجدران، بما تعلمون دائما هذا مهم جدا. ما اللي عندنا هنا الآن؟ مسح التذاكر. بالطبع يجب مسح التذاكر حتى يتم تسجيل الوصول في الخارج الآن. مسار طيران رائع. طبعا نحتاج لطائرة، بدون ذلك ليس هناك فائدة. هنشتري سقفا وأعمدة إضافية، وهذا جيد جدا. أفيد إضاءة مرة أخرى، إضاءة جدو بعض المقاعد مرة أخرى. إذا كنتم قد ذهبتم إلى المطار من قبل فأنتم تجلسون كثيرا، لأنك ببساطة تنتظر دورك، لكنه أفضل من أن تكون متوترة. ولاحقت طائرة في اللحظة الأخيرة، أحتاجك. ثم سأضع هنا بعض المقاعد ومسح التذاكر. الآن أصبح تسجيل الوصول أسرع بكثير، ممتاز. توسيع الأساس، على ما يبدو المطار ليس كبيرا بما يكفي. بضعة جدران وسقف إضافي هنا، حسنا أعتقد عندنا كل شيء هنا الآن. أضع المزيد من الإضاءة هنا بالطبع، ورافعة الأمتعة حسنا، ربما يجب تحسينها قليلا. علاقة بيكون عندنا المزيد من المال بسرعة أكبر، وبعدها دار شراء المزيد من المقاعد، وعندها بتكون الأمور هنا مشغولة مرة أخرى. أكيد جمعت فلوس زيادة مرة أخرى. الطابق الثاني جيد، الآن نحتاج مطارا في الطابق الثاني. ماس عن طائرة أولا، حسنا تفادى تم جمع المال هنا الآن. لن أشتري الطابق الثاني بعد، يمكن لروبرت الانتظار قليلا. سأكمل مع جمع الأمتعة هنا أولا والمزيد من الأمتعة، وهنا ماسح تذاكر آخر ولا أستطيع تحمله الآن. أهدي البيت الجنسي هنا في الخارج، يمكنني بالتأكيد بعض سائقي التاكسي. طيب، ومدرج، أعتقد أنه مو مدرج للأزياء، هو للطائرات.
فالآن زبان أحصل على مال جديد مرة أخرى، كيف الآن يمكنني شراء أشياء جديدة بهذا المال؟ طيب سأنا بحاجة لأخذ استراحة قصيرة، هل يمكنني تحمل ذلك؟ سيكون هذا رائعا، لقد جئت إلى هنا خصيصا. وهو أهل عندها يمكن أن يكون المطار. أوه الطائرة بالفعل، أعتقد أني فأحتاج لجمع بعض المال أولا، أراكم لاحقا. الآن كأن الأموال تتساقط علي، لقد جمعت الآن الكثير ولم أفعل شيئا سوى الانتظار. هنا يمكنني أن أشتري الطابق الثاني هنا مباشرة. أوه هذا رائع رائع، انظر هنا مع هذا السلم المتحرك، يبدو جميلا جدا. أوه انتظر، إنه يعمل فعلا من الحبل. أوه رائع، ما أضطر للركض بنفسي بس هو أسرع بكثير. على الرغم من ذلك قمت بعمل رائع هنا، يزمن أن أقول أنه عملي للغاية. المنظر هنا فوق جميل جدا، هل هذه حانة؟ أنه مطعم أو شيء من هذا القبيل. رائع، سعد تضيف بعض الإضاءة، والآن أصبح النهار، فقد انتظرت طوال الليل حتى حصلت على ما يكفي من المال، والآن هناك. ماذا؟ كشك آيس كريم؟ لا، فقد أصبح عندنا الآن مطعم هنا. هذا بالطبع رائع، سأشتري أولا لافت برجر. غضب غضب. يعني مش ممكن يكون أسهل من كذا. ثريات جميلة هنا وتمثال، واو، لم يعد الأمر يتعلق بالطعام فقط بل بالثقافة أيضا، جميل جدا. كمان شوية كراسي هيبقي المكان هنا جميل ومريح لنا الضيوف، حتى يعرفوا دائما سواء عند وصولهم أو عند مغادرتهم إن في إجازة. تنسي الطاولة؟ واو مرشدك من قبل في المطار، إيش هذا رائع، يبقى أنت جربها بالتأكيد. يعد بعض المعجبين الجميلين هناك صح؟ هذا الشخص رجل مشغول بتحدث على الهاتف، من الجيد ألا أحد يلعب تنس الطاولة، لكان الأمر صعبا بعض الشيء. ما يزال فيجري مكالماته، أعتقد أن المزدم الإضاءة فكرة جيدة. وأيضا ممر إلى أين يقود هذا الآن؟ انعطاف البرج؟ إحنا بنبني إيه هنا؟ سلم؟ إيه ده مطار إيه؟ إحنا بنعمل إيه فوق هنا دلوقت؟ ده لإيه؟ ساف برج؟ هذا هو مركز التحكم، بس اي حدا ممكن يوصل لهون، يمكن لازم يحطوا شريط امان او شيء هيك. يا الهي كل اموالي ضاعت بالفعل مرة اخرى، هذا لا يصدق يا رجل، المطار فعلا غالي كثيرا. يا رجل يا رجل، حسنا على الاقل حصلت على بعض المال، الان ساعود الى برج المراقبة الجوي. لازلت غير منتهي تماما من هنا، لذا يجب أن يكون هناك مزيد من الأمن لكي لا يأتي أي أشخاص إلى هنا مثلي الآن. مثلا المزيد من الإضاءة هنا في الداخل، والآن انتهيت بالطبع من هذا. مراقبة حركة الطيران، جيد إنكم تعملون هنا بالفعل، لكن ليس لدينا طائرة حتى الآن. أتساءل متى سيأتي كل هذا، الوقت يستغرق فعلا طويلة. طيب راح أروح بالسيارة للمكان اللي فيه السهم. أوكي نازلة، شكرا يا سيارة إنك جبتيني لهون. إذا ليش يوجد هنا مهبط لطائرات الهليكوبتر؟ ليش عندي الآن طائرة هليكوبتر؟ أعتقد أنه ينبغي أن نترك طائرة الهليكوبتر جانبا الآن، ربما يجب أن نبدأ أولا بشيء بسيط. ليس لدينا أي طائرات على الإطلاق، وليس مباشرة طائرات الهليكوبتر. حسنا إذا يمكننا أن نشتري شيئا آخر هنا، كان هذا هو الحظيرة التي نحتاجها، طائرة صغيرة. أخيرا عندنا طائرة يا جماعة، يا إلهي هل يمكننا فعلا الطيران بها؟ أوه رائع، حنجرب ذاك مباشرة بالتأكيد، خصوصا بينما أنتظر الحصول على المال. لكن دعونا نرى ما الخيارات الأخرى هنا. لكن بيرثانجا حسن كان تم بناءه أيضا، وهنا لدينا طائرة خاصة بسعر 1,500,000 يورو، بس كل شيء غالي جدا الآن. أوه يا رجل هذا يرتفع ببطء، أعتقد أن قد نطير جولة هنا أولا، يعني نشوف كيف حيكون الأمر. كيف أطير الآن؟ لقد كنت أقود حتى الآن، هل أطير أيضا إلى الأعلى؟ أيوجد زر آخر؟ أولا إلى المدرج هنا، مرحبا، كيف أطير هذه الطائرة؟ لماذا لا أستطيع المغادرة؟ السرعة القصوى، وماذا الآن؟ إذ الآن سأطير، تحسن يا رفاق سأطير وظلي هناك في الأسفل. نعم السيسلاند يزوح تنقلي من مكان إلى آخر أسرع بكثير، يمكننا الآن مشاهدة كل هذا من الأعلى، هذا هو مسبحي، ذا في الواقع هو المنتجع الفندقي هنا. ما أسرعني الآن، هنا مينائي وهناك أيضا سفينة. ما يمكن كنترول ذاك الآن، لكني في الواقع لدي سفينة أيضا، هناك بركان ولم أفعل شيئا بشأني حتى الآن، هذا كل شيء راح يجي أكيد. وهذا هو مطاري بالكامل. هيب يعني أن هذه المساحة كلها فتكون على الأغلب جزءا من المطار. في الأساس يمكن أن أقول أني أبني مطاري الخاص اليوم، هذا جزء من الجزيرة أشك ذا. أوكي ثم هل يجب أن أهدأ الآن؟ حسنا الطائرة يجب أن تعود إلى مطار هارتنسايل أليس كذلك؟ لازم أرتب أموري أولا. كيف سأصل إلى الأسفل الآن؟ نعم ليش أنا في هذا الارتفاع أصلا؟
فازنا بدي ينزل ببطء يبدأ شوية و... أنا عدت إلى الأرض، يجب أن أمر من هنا الآن ببطء. لا تسرع رجاء، يجب أن أدخل إلى الحظيرة. والله كانت هبوطا رائعا، أعتقد بإمكاني أن أصبح طيارا، أليس كذلك يا جوليان الطيار؟ يعني يمكنني أيضا الاستمرار في شيء. أحتاج أيضا إلى طائرة ركاب، بس فقط طائرة صغيرة لي. المطار كبير جدا وفي طائرة صغيرة فقط، لكن فيما يخص الطائرات الخاصة ما زلت بعيد جدا. هل علي الذهاب إلى هناك مجددا؟ حسنت. يبدو أنه نيك المزيد هنا الآن، نيك بعض المقاعد والنوافذ. نعم، لم أفعل ذلك حتى الآن. تفضلوا بوجبتكم واستمتعوا في الطائرة. سوف يتسلط في الطائرة لاحقا، أو ربما تكونون قد وصلتم للتو بعد الرحلة. بعد الرحلة، هذا ممكن بالطبيعي أيضا. أتمنى لك قضاء وقت ممتع هنا في الفندق. ليس في الفندق، على الجزيرة المنتجع يوجد لعبة صغيرة للقفز بالمظلات. رائع، بالتأكيد سنجربها لاحقا. أجب علي جمع المال سوف تفات جمع المال مرة أخرى قريبا، ومن المحتمل من المحتمل أن يكون هذا رائع لضيوفي على الجزيرة. يمكننا شاف الأشياء العادية وأيضا عند ملايين وتهيو أكثر بكثير من أي شيء آخر. حسنا، سنبقى مع الطائرات مع الطائرات الصغيرة هكذا. هناك شيء يضيء باللون الأحمر هناك وفي المقدمة أيضا. ما هذا هنا؟ الشارع؟ تمام، لا شو تنقل هذا إلى الشارع الآن؟ توسيع الجزيرة وتحقيق شيء رائع بعد المسار في المسار. لا أعرف، لكن بعد ذلك نصل أخيرا إلى البركان. يا رفاق، الآن بك أن أذهب هناك أيضا. أعتقد أن أحضر سيارتي وأذهب إلى الكابريو. إذن ما هناك لاستكشافه هنا؟ ما اللي يمكن بناؤه هنا؟ طريق واحد، الآن هم يبنون شيئا رائعا آخر هنا، بالتأكيد قائمة الأفضل. هل يوجد هنا لعبة صغيرة؟ كهف التحميل. لا، ما بيتبقى لدي ما يكفي من المال. لسني أريد أن أعرف مقدار المكافأة، وهنا في هذه المنطقة كلها لا يزال هناك الكثير للقيام به. الجزيرة لم تكتمل بعد، هنا أيضا طريق آخر، والآن يجب علي أن أسحب بعض المال. بخصوص الدردشات الخاصة والأشياء من هذا القبيل سنتركها الآن. جزيرة البركان بيجي جاهزة بعد، بس يمكننا بالتأكيد بناء المزيد على الجزيرة. انتظر، يمكنني الحصول على شيء هنا لجعل التنقل أسرع قليلا، ونحن بحاجة بالتأكيد للعب اللعبة المصغرة قريبا. مرآب، وهنا يبدو أن هناك نقود مرة أخرى. تاب يسمع رائع. إذن ما نوع المرآب اللي بناه الآن؟ أنا متحمس لرؤية ذلك. هل سيكون هذا شيئا مثل الفورمولا واحد أو شيء من هذا القبيل؟ رائع، يمكننا الآن الخروج مجددا من هنا. لقد بنيت الطابق الثالث مباشرة. حسنا، وهدف آخر الجراف. لافتة؟ نعم، مرآب، فهمت أن هذه مرآب. باستين ينطلق بسرعة جبا. يبدو أن المطار جاهز الآن بشكل أساسي. فجاسة ميد اختفى كل مالي مرة أخرى. حسنا، سأقول سأذهب لأحضر بعض النقود علي الانتظار لفترة قصيرة، وبعدها سأكمل. إسات انتظرت وقتا طويلا وجمعت 60,000 ثيثا. لا أنا أنفق هذه الأموال على طائرة خاصة أو شيء من هذا القبيل، ما تكون كافية على أي حال، لكن الآن أعتقد أنني لن أحتاج إلى ذلك كثيرا. بدلا من العودة للمال، ممكن الآن التسوق هنا أيضا كأني أتسوق. أنا أعتقد أن المرآب يبدو أنه انتهى الآن، لندعنا نرى ماذا نحتاج بعد ذلك هنا. حلبة السباق، كنت أعلم أنها هنا من أجل شيء مثل فورمولا 1. بضعة حواجز خرسانية، حسناً، وعربة الكارت الصغيرة، إيفاسي ساكت الصغيرة، ليس فورمولا 1 بل شيء مشابه لماريو كارت أو شيء من هذا القبيل. إيفول باك، تم بناؤه في الـ AWC. بس الإضاءة حتى هنا مهمة جداً. والآن سنواصل في الفندق، ما زلنا لم ننتهي بعد. يجب أن أجرب حلبة السباق أولاً، أليس كذلك؟ الأحمر والأزرق موجودان، سأختار بالطبع الأحمر. أيضا أحب الأبيض والأزرق، لكن لوني المفضل دائما هو الأحمر. نعم، رائع، الآن لقد أفسدت الأمر تماما. إذا سأختار الأزرق. حسنا، سأضع سيارة الجوكارت الزرقاء، وهذا المرة سأقودها وأصطدم بشيء. يسحص، أنا جاهز للوقوف. رائع، إذن هذا يستمر إلى الأعلى بشكل جيد. انتظر، كيف أقود هذا الشيء؟ هكذا، أنا ليس لدي رخصة قيادة بعد، ولكن لا تحتاج واحدة لقيادة عربة الكارتينج، فقط عليك الضغط على دواسة الوقود. واو، إنها تمتد طويلا. انتظر لحظة، هي للنهاية. فأقوم توسيع مسار السباق، بالتأكيد، ماذا يعني هذا؟ وهنا بيوجد شيء ما يمكنني شراءه، بالتحديد بعض الحواجز. حسنا، أنا استمر الآن بسيارة الكارتينج على ما يبدو إلى المسار التالي. يبدو أن جوليان يصنع لعبة ماريو كارت الخاصة به. واو،
حسن لا تسقط هنا مش بهذه السرعة. ما تتمكن من ذا حسن يا جماعة. لقد نجحت في العودة إلى هنا. ما يمكن ذلك سهلا حقا. تمديد الحلبة، نعم هل يمكن ذلك أيضا إذا دخلتها مباشرة؟ نعم حسنا. والآن تابع بحذر عبر الحلبة لأن هنا يمكنك على ما يبدو ماذا؟ يتزن. نعم قد تكون مفيدة للنار. هي للكاف. حسنا. والإضاءة بالطبع مهمة جدا حتى تستطيع المرور بشكل جيد. ويبدو أننا الآن داخل البركان. هل يمكنني التكبير للخارج من هنا؟ بس هذا شعلة المسار الآن يأتي أكثر أمانة أيضا. هكذا لا يمكنني السقوط بسرعة. اسقط بانتباه. أيضا بعض الحواجز تنو معايا يسيروا في الاتجاه الخاطئ. جمع باش مفيدة على الإطلاق. باش عارف ما الخطأ في التوجيه هنا. هذه السيارة الغريبة تسير أحيانا حيث سأكون سعيدا عندما أنتهي تماما من مضمار السباق هنا. بصراحة هذا الأمر ممل بعض الشيء. سنة لقد فعلتها. والآن يمكنني حتى خوض سباق هنا. لا أعتقد ذلك. أقصد أنا لست مجنونا لهذه الدرجة. حسن أجفن يمكن للجمهور الجلوس هنا. هذا رائع بالطبع إذا كانوا يستمتعون. أما في ماريو كارت فقد استمتعت. هذا لم يكن مثاليا لكن جمعت الكثير من المال في هذا الوقت. وهذا بالطبع عملي وأعجبني. حسنا يبدو أن هناك معززات سباق على المسار حتى تصبح أسرع. كل هذا غير آمن على الإطلاق. وإشارة مضمار السباق أيضا رائعة جدا. الممر هذا هو. هذه حلبة السباق لكن سابقا اسمها مسار الجري. والآن تم فتح انه بإمكاني الذهاب إلى جزيرة البركان. رائع. إذن وأنت تريد الآن في الفندق في ثالث أن أتي إلى هنا. هنا يمكنك الحصول على شيء جديد. ممر آخر. الفندق يتم توسيعه. هذا رائع. اشتري الممر. سجادة لنشأ ما اللي يجري في هاي الأجنحة. مجرد شقق أكثر أم هناك شيء خاص ومثير للاهتمام أيضا؟ بالطبع المهم دائما ديهي بكتاي كل شيء أولا. أعتقد أيثيتشو أنه من المحتمل للعائلة ودائما يشترون الخدمات ويحسنوها. رائع. الغرفة الأولى مجهزة بالكامل. بسيط أو فيوجد منتجع صحي هنا. نحن نبني منتجع صحي. نعم جميل. نعم هنا بالتأكيد يمكن للمرء الاسترخاء. أنا أعتقد ذلك ببساطة. أصبح هذا صالون تدليك لأجل الإضاءة وتزعدت شيئا جديدا هنا. مرحبا إنها توفي عمل رائع. قسم للغرفة. نعم من السهل جدا أن يأتي الناس هنا للحصول على تدليك. ليس مستغربا. ها هو تعذير. لذا أضافوا لافت البار والإضاءة النيون هنا. قليل من الزينة. والآن يجب أن أحصل على المزيد من المال. لم يبقى الكثير. حسنا الآن سأضع طابقا ثانيا هنا. وبالطبع أيضا الإنارة وسلما لكي نتمكن من العمل هناك فوق. بعض الجدران وبعدها فايز في النهار. جيل جدا تغمزين حتى ما يقع الجدار. والآن نحن نبني أيضا فيلما بغرف كهفية. وكالعادة يبي أن أجمع بعض المال أولا. بس هالمرة بدل ما أطفي الكاميرا يمكنني الآن القيام بهذا الشيء أثناء الانتظار. ما يبدو لي أن البقية تجذب الكثير من الانتباه. قد سبق أن شاركت في سباق وهذه المرة سأقوم بالقفز بالمظلة. لكن خلينا نشتي أولا. هبيز بأن أشتري الغلاف المكافئ. ما يجب أن أنسى ذلك. ما نستخدم المروحية هنا. ده مكلف جدا بس الطائرات موجودة أيضا في الخارج. تمام حسنا دعنا نكمل مشاهدة. كيف ألعب هنا؟ مرحبا أود أن ألعب. بس بنا جمع 12 حلقة. هين انتظر فيك الحلقات. اسكت وانظر إلى وجهي على الأرض. ماذا؟ كيف نمفصله بفاس الأينتس؟ هاي فيف المفترض أنت ننجز هذا بسرعة هنا. عندي 2 كا عسنان. أعتقد أن هذا جيد. أحتاج إلى 12. كانت هناك 3 4 انقلها هنا. 5 رائع. 6 لا يا للأسف لم أحصل عليه. والآن انتهى الأمر. حسنا هل أستطيع الوصول إلى هنا وإلى الفندق؟ ياي أنا على الأرض مجدد وحصلت على المال بالفعل. إيه لسه أنا إذا نحاول نسويس فيديو شفوز هم مثلا إلى قلب الفضاء نفسي عم تبع من هناك مثلا. أقوم بذلك بالتأكيد لاحقا. الآن عندي بعض المال هنا. يمكنني شراء شيء ما لما يجب القيام به في الجناح الأيمن. ده هيكون أيضا صالة رياضية أو شيء من هذا القبيل. شرفة
ودواب زين. هذا جميل جدا زنا. نعم هذا سيكون غرفة رياضية. إضاءة جميلة. لدينا الآن بعض أكياس الملاكمة هنا. لحسن الحظ لم يتبقى لدي أي مال. ثم أود الآن بالتأكيد أن أحاول لعب اللعبة مجددا محاولة جديدة. إذن يجب أن ألتقط هذا الخط هنا. لماذا لم يحتسب؟ لقد أصبت. ماذا؟ لماذا لا أصيبهم جميعا؟ أنا قد أصبت. ليش لا طبع سريعا مغة واحدة؟ يا رجل نحن كثيرون هنا. ستة وانتهى الأمر. حسنا لقد أصبت ستة على الأقل. وهذه المرة سأهبط هنا مباشرة. يمكنني أن أبدأ مباشرة بالكرة. كم أضافوا لي الآن؟ هل حصلت على أي شيء؟ واحد. لا تهتمت عدد صيب اللي تم إصابتهم. يا رجل هي اللعبة صعبة جدا. كيف من المفترض الحصول عليهما معا؟ هذا مستحيل. سأختار رقم ستة وربما أنجح هذه المرة. نعم سبعة. وهل راح أحصل على فلوس بهالطريقة؟ ألف بس حصلت ما بتوفي يعني. سأصرم عندي الوقت الكافي لأحصل على بعض المال. بدون الحفلة ما يحدث شيء هنا. نعم بتحسنت إيلا بالتأكيد. الآن يجب أن أتعامل مع كهف المستكشفين. أعلم يمكنني الذهاب إلى جزيرة البركان، لكن أريد أولا أن أعرف ما هو كهف ديكر. لا كان كهف المكافآت، يمكن هو يجيب كثير فلوس. الكهف المكافأة بيفتح عند 10 ملايين. شو هالحكي؟ ليش اشتريتها أصلا يا رجل؟ حسنا عاد كما كنت. الجيم لازم ينتظر شوي، أنا هنا أقرب شوي. كيف أطلع لي فوق؟ أقدر أطلع الجدار؟ الحمد لله قدرت. والجسر مصلح، والآن إلى جزيرة البركان. شراء شلال؟ جميل، الأمر سيكون رائعا هنا. شراء شارع. هل هذا آمن حقا مع البركان؟ لكن لا بأس، بالتأكيد سيتم توفير السلامة. ضيوفي لن يحدث لهم أي الإصابة أو شيء ما. هيكون هذا غير عملي جدا. كراج، أي نوع من الكراج نبني هنا؟ عزنا سأشتري البركين هنا. بقي معي فقط 4000. لا، أين ستذهب المرآب الآن؟ آلة صرف النقود؟ ثم اشتريت الإنارة هنا وقمت بتوسيع المرآب. لا أدري لما المركبات شاحنة المستقبل. حسنا بس بدي أكتشف ما يوجد هنا. ايسا بس ان ابني البركين وشو ماذا يمكن ان تكون هذه الكراج هنا. اذا فهذا يمكنني ان افعل هنا ايضا. وشراء الزينة. حسنا يبدو كنه هواية او حي من هذا القبيل. شاحن المستقبل ما اشتريها الان مقابل 750 الف. ما اعرف حتى ما الغرض من هذا، لكن خلينا نشوفي هنا. اعني ايسي بركان، ما اعرف لماذا اشتري بركان الان، لكن الان فجأة كبرت واصبحت خارج السياق تماما. روبوت الحمم البركانية. هذا يعني أن لدينا فندقاً وفندقاً إضافية هنا على جزيرة السوبر الخاصة على ما يبدو. قالوا من شيء من المحتمل أنه دا مخصص لأولئك اللي بيريدون إنفاق الكثير من المال. الآن تأتي الحمم هنا. مدهش، هذا فيصبح مذهلاً. واو يا جماعة. هذا سيكون جداً رهيب. تباً لهذا، سيكون هذا منشوره لهذا. لماذا أنا هنا؟ هذا أقل ملائمة للعائلة وأكثر للشباب الكل. طيب يا جماعة أظن هنا ولا بننتبه بعد. نحن وسط العمل على هاي الجزيرة البركانية وعندي هنا بعض الأشياء والمشاريع الأخرى. لا يزال علي العمل في الفندق. على أي حال سيكون هناك الكثير للقيام به حتى ينتهي منتجع الفندق الخاص بي بالكامل. بس طاسن المكان هنا رائع مع البركان والفندق وكل شيء. أسد أعتقد أن هذا كل حي لليوم. أين بناء المطار ومسار سباق الكارت؟ هذا شيء مذهل. وإذا ما عجبكم الفيديو فلا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة. نراكم في المرة القادمة وداعا. مرحبا يا جماعة، أنا جوليان فوغل. إذا كنتم تريدون سماع المزيد منا يعني عائلة فوغل، فراجعونا أيضا على سبوتيفاي أو آيتونز أو أمازون ميوزيك. إنتهى، لا تنسوا في مسلسلات الرائعة. وسيكون حلقة فيديو قادم. إلى حينها مع السلامة. صدقني إنهم حقا رائعون. ونعم استمعوا إليها، استمتعوا.